السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا نبات جديد، وهو نبات نبات الفرجير. الإسبرجس. الفرجير يا جماعة، نبات الإسبرجس الفرجير. من عائلة السرخسيات، وهو من النباتات الاستوائية التي تحب الرطوبة العالية. يتقاصر عن طريق التفصيص بنفس الجزء من الجذور مع بعض الأوراق، ويتم زراعته في أسس منفرد. بيحب الشمس الخفيفة، تربة هشة، جيد التصريف، يفضل أن تكون رمل مخلوط بالبيتموس. مع زيادة حجم البيتموس، تلتين بيتموس إلى تلت واحد رمل. بيتوقف نموه خلال فترة الشتاء، ويبدأ مع دفء الجو بإخراج نموات جديدة. نبات قيم جدا، جميل جدا. صراحة أنصح كل محب أي محب النباتات باقتنائه. نبات غزير في النموات الجانبية، وهيملأ عندك النبات، وله بهجة كده وجمال وطلعة رائعة جدا في البيت. النهاردة إن شاء الله هنعمل برضو عملية صيانة لي بإضافة التربة. لو لاحظنا إن تقريبا نص حجم القصيص التربة فيه مش موجودة، بالرغم إن كان حجم التربة أعلى من كده بكتير، ولكن بسبب عملية التحلل المختلفة للمادة العضوية والبيتموس الحجم التربة بيقل، فبيحتاج ان احنا نعوض النقص دوت بتربة جديدة. يفضل انها تكون تربة غنية بالمادة العضوية، خفيفة، جيدة الصرف. كنا اتفقنا على خليط بنشتغل بيه دايما، وهو اربع مكونات: الرمل والبيتموس والفيرموكومبوست ومخلفات حمام متحللة. ان شاء الله دلوقتي هنعمل عملية تغيير او اضافة تربة بدلا من التربة اللي فقدت عن طريق تحلل المادة العضوية والبيتموس. في معلومة بسيطة حابب اضيفها، ان جذور نبات الاسبرجس مش كبيرة، الجذور ما بتكبرش لحجم كبير داخل قصيص، وده بيخلينا ننتبه لنقطة هامة جدا، وهي اننا ما نكبرش حجم القصيص عن احتياج النبات. لاننا لو كبرنا حجم القصيص عن الحجم اللي الجذور محتاجاه، ممكن ده يكون سبب في ظهور أعفان جذور داخل التربة، وبالتالي نفقد جزء كبير من النبات. جذور النبات حجمها بسيط، ما بتكونش كبيرة، عكس مثلا لو حد فاكر الفيديو الماضي عن الإسبرجس الناعم، كانت الجذور ملأة أو تملأ القصيص بالكامل او حجمها كبير، على الرغم ان النباتين تقريبا عمرهم واحد. طبيعة النبات الاسبرجس جذوره غير منتشرة بقدر كبير داخل القصيص، فبلاش نكبر القصيص لحجم كبير عشان ما تحصلش اعفان جذور، لبقاء الرطوبة حوالين الجذور لوقت طويل جدا لزيادة حجم التربة. فنصيحة، بلاش نكبر حجم القصيص قوي، ونختار بقدر الامكان تربة هشة جيدة الصرف، والابتعاد بقدر الامكان عن التربة الطينية مع اي نبات داخل قصيص، علشان بتكون سبب رئيسي في ظهور فطريات وامراض الجذور. كده الحمد لله وضعنا النبات داخل التربة الجديدة، واضفنا التربة حولها، ثم عملنا عملية الري.
كده وفرنا لنبات بيئة مناسبة لنمو الجذور، وده طبعا هيعود على نمو الأوراق بالازدهار والنمو الجيد. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.